مرحبا مرحبا يا رمضان. انا مصر بالنسبه لي يعني بلدي الثانيه، غير كده ما فيش حد يجي يصحي حد. فمسقعه ان شاء الله، انا بشاميل بجوجا جيسي. رمضان كريم، وصلنا وانتم طيبين. النهارده طبعا رحله جديده داخل دوله اثيوبيا للتعرف اكثر عن طقوس وعادات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وانا اسمي هنديه، من دوله اسمها اثيوبيا، من قبيله اسمها اورومو، بمثل قبيله اوروميه. وانا داخلين لرمضان ان شاء الله، بكلمكم اكلات اللي لازم تتعمل في رمضان. عندنا دلوقتي الاكل اللي دلوقتي عندنا اسمها ديت زجني، بتتعمل اول حاجه نجيب بصل نقطعها نحمره، بعد كده نجيب بهارات اسمها شطه، والتانيه بهارات فلفل وكزبره، في بهارات تانيه برضو مش موجود هنا. بعدين نحمسها كلها مع بعضيها، بعد ما هي استوت شويه بنكب عليها الطماطم، صلصه الطماطم، بعد كده نكب عليها الزيت. بعد ما استوينا كلها، بعد كده نجيب نقطع اللحمه نكب عليها. بعد كده يعني اقل حاجه ساعه ونص تقعد في النار، بعد كده تستوي تطلع. دي الوجبات المعروفه في الدوله الصوبيه، يعني وجبه رئيسيه في اثيوبيا بناكلها يعني. وبعد كده دي اللتشه، عباره عن كرومب، دي عباره عن كرومب والبطاطس، نحمرها بصل مع بطاطس، بعد كده نكب عليها الكرومب، بعد كده شويه يعني ممكن 15 دقيقه كده نكون كلسنا. دي اسمها قدس، قدس الدبه اللي بني، برضو نفس الطريقة، نحمر البصل، بعد كده نكب عليها الشطة، بعد كده نسلق العدس، بعد ما تنجب نكب على الصوص اللي الصلصة اللي نحن عملناها، بعد كده تطلع عادي. ده الأكلات اللي بناكلها دايما يعني. فبالنسبة لرمضان إن شاء الله ربنا يوصلنا بالسلامة. وأول حاجة في رمضان نحن نعمل شوربة، شوربة اسمها الجمح او شعير، حبة شعير نطانة، بعد كده نجيب نكت على النار، نكت مية على النار، بعد كده ننبع عليها الشعير تستوي تماما. بعد كده لو عندنا لحمة سوكي، لو ما عندناش مفيش مشكلة عادي. بعد ما هي تنجي تاكل ساعة ساعتين، بعد كده نحنا ننزلها نكت عليها السمنة بلدي، نكت عليها، دي عبارة عن فطار. بعد كده جنبيها سمبوسة، سمبوسة دي عبارة عن ممكن نعمل باللحمة، ممكن نعمل برضو بالعدس عادي نعملها، دي فطار اللي نحنا نفطر فيها يعني. ده الواجب. ممكن برضو عسيدة، عسيدة دي كمان انا اجيب الدقيق نحمسها شوية، بعد كده نعملها في المية سخنة، بعد كده نعملها زي ايه، هي جامده مش سهله يعني، هي شويه طريحه شويه. بعد كده نجيب الرايب، ناخدها الرايب على النار، وبعد كده الرايب تطلع الميه شويه، الميه دي نعبي منها الميه، والتحت هي عامله عباره عن جبنه. فدي نجيب الكزبره، نسعنا الكزبره والثوم، والكزبره والثوم نعملها في الخلاط، نضربها في الخلاط، نكب في الزبادي، في اسمها ايبي بالنسبه للكلام بتاعتنا، بس هي عباره عن رايب. بعد كده ناكلها بالاسيده، دي برضو ايه تتاكل في رمضان. بعد ممكن يعني اقوات لو في رمضان، بعد الفطار على طول، بعد ما نفطر نخلص الفطار ونمشي نصلي صلاتنا، بعد كده نرجع نعمل قهوه، نجيب القهوه قهوه اخضر، نجيبها نعملها في نحمسها في النار، بعد ما تبقى بني لونها بني، بعد كده نجيبها دي يعني بالشكل ده، بعد كده نجيب النسانة، بعد ما سحناها
نعملها في الجبنه زي كده، فبعد كده نعبي عليها اللي سهرناها هنا، بعد كده نخبي عليها الميه سخنه نعملها في الفحم، نعمل فحم في اسمها قانون، نعملها فيها الفحم، وبعد كده ناخدها في الفحم هي تفور، بعد ما تفور نعبي في الفنجان، بعد كده نجيب كده اوريدي عملنا، بعد كده نكب على بعضينا بفناجين، نكب السكر، بعد كده نعبي عليها القهوه، دي قهوه طعمها حلوه جدا، اللي عايز يشرب بالزنجبيل اوكي، اللي ما عايزش الزنجبيل من غير زنجبيل، ما عندهاش وش، بس هي ايه يعني كفيفة قوي. فبعد الفطور نشرب على طول، نتكلم مع بعضينا، هي اسمها عبارة عن فطيرة، هي مش فطيرة طبعا، اسمها مباشا، دي اسمها بابا فشار، يعني ناخد جنب الجبنة فواكه، يعني اللي عايز ياكل فواكه ياكل فواكه، اللي عايز ياكل الفطيرة اللي هو مباشا ياكل، يعني نقعد على بعضينا نتلم مع بعضينا كلنا العيلة، يعني يتكلم مع بعضيها يحذر مع بعضيها، يعني يكون ايه يوم حلو يعني. فنشرب مع بعضينا القهوة، نكتم على كده الحاجات ونروح نصلي صلواتنا ان شاء الله. بقالي كم سنة انت في مصر؟ بقالي 9 سنين في مصر. هل وجدت اختلاف بين الطقوس الرمضانية بين مصر واثيوبيا؟ مثلا زي مثلا احنا في رمضان في اثيوبيا يعني ما فيش حد بيصحينا في السهور، ما فيش حد بيصحينا في السهور الا يكون ايه في الجامع يعزنوا يقولوا صح افطروا، السهروا، غير كده ما فيش حد يجي يصحي حد. وحاجه كتيره في مصر عجبتني اللي هو يعني التجهيزات الرمضانيه، زينه بتاعه رمضان، يعني خطير مختلفه من اثيوبيا جدا، فان احنا ما عندناش زينه زي كده، فبس ايه ان احنا داخلين رمضان في حاجات تانية والشعير وحاجات الاكلات بنجهز، بس ما فيش زينه متوفر كتير، يعني ما بيهتموش في النقطه دي. بس هنا في مصر يعني في فوانيس عجبتني جدا، في زينه برضو، فدي شويه بتختلف عن العسوبي بالشكل ده. طيب وبالنسبه للمأكولات والمشروبات، هل وجدتي تقارب بين الاكل والشرب؟ هي شوية بعيدة عن بعض، يعني مثلا هنا في مصر أنا اللي حاجة اللي شفته مثلا مكرونة بشاميل صح كده ورز، يعني كالعادة اللي بتاكل أكل العادة، غير كده مفيش شوربة زي هنا كده حاجة مختلفة، بس شفت المكرونة البشاميل رز وفراك العادة، وفي برضو شوربة عدس اعتقد، في مسققه عجبتني جدا برضو. فيعني اكلات رمضان انا اللي شفتها في مصر كده، في برضو اكتر من كده ممكن انا ما اعرفوش، بس هي حلوه جميله. يعني لو قررت ترجعي اثيوبيا، ايه الاكله اللي انت ممكن تاخديها او الطقوس اللي تاخديها من مصر تنقليها للشعب الاثيوبي؟ بجد يعني بصراحه كده، فزي ما بيقولوا مصر ام الدنيا، دي حقيقه. وحاجة تانية، فأنا بحب المكرونة بشاميل جدا، فحاجة تانية مسققة بحبها جدا، وحاجات كتيرة، بس لو أنا أقول يا ريت أخد معي مكرونة بشاميل فمسققة إن شاء الله. فأنا مصر بالنسبة لي يعني بلدي التانية، يعني ما أقدرش أستنى عنها جدا، يعني بحبها جدا. مرحبا يا رمضان، مرحبا.